السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقاتي مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالنص القرائي البراق دائما مرجع le nouvel espace de français الخاص بالسنة الرابعة من التعليم الابتدائي إذن النص الذي سنقوم بدراسته اليوم والإجابة عن أسئلته القرائية وكذلك الدرس الكتابة الخاص بهذا الدرس وهذا الأسبوع إذن تحت عنوان البراق إذن تابعوا معي النص سنقرأ النص سنشرح النص ثم سنجيب على الأسئلة الخاصة بهذا النص Le 15 novembre 2018, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a inauguré le train à grande vitesse Al Bouraq. Ce TGV est le premier en Afrique. Il roulait en 2h10 au lieu de 4h45 Tanger à Casablanca. 26 trains assurent les voyages à bord d'Al Bouraq. Les horaires sont convenablement programmés et bien respectés. Les prix des billets varient selon la classe choisie. La date d'achat, la date et l'heure du voyage, l'âge du voyageur. إذن نص يتحدث عن البوراق. إذن في 15 نوفمبر 2018 الملك محمد السادس قام بإطلاق يعني الإطلاق الرسمية للبوراق فائق السرعة أو القطار فائق السرعة تحت تسمية البوراق إذن هذا القطار الأول من نوعه في إفريقيا إذن يربط في ساعتان وعشر دقائق يعني عوض 4 ساعات و45 دقيقة طنجة أكازابلانكا من طنجة إلى الدار البيضاء إذن 26 قطار آخر إذن assure les voyages au bord d'Al-Bouraq, يعني موازاة مع البوراق. Les horaires sont convenablement programmés et bien respectés. إذن توقيت الانطلاق توقيت الوصول يعني تحترم. Les prix des billets يعني ثمن التذكرة يتغير إذن حسب الدرجة المختارة يعني الدرجة يعني واش الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية إلى غير ذلك. La date d'achat يعني الوقت. La date et l'heure du voyage يعني وقت السفر وكذلك عمر المسافر إذن هذا هو النص سنمر إلى أسئلة j'observe et je découvre que représente la photo donc la photo représente le roi Mohamed VI donc accompagné de président de la France le président de la France Emmanuel Macron donc représente le roi sa majesté le roi Mohamed VI accompagné du président de la France. Emmanuel Macron Emmanuel Macron سؤال ثاني qui est le titre de texte يعني عنوان هذا النص البوراق le titre de texte c'est البوراق d'après le titre et la photo Que lira-t-on dans ce texte à ton avis يعني انطلاقا من الصورة ومن يعني عنوان النص ماذا سنقرأ في هذا النص donc سنقرأ إطلاق le train à grande vitesse à البوراق إذن النص سيتحدث عن le train grande ou bien à grande vitesse البوراق إذن وفعلا بعد قراءة النص ذلك ما تحدث عنه النص فهو يتحدث عن هذا القطار جولي جو كومبخون كم سا ماجستي لغوى محمد VI ساتيل ينوغوري لو تي جي في يعني متى لو 15 إذن حسب النص لو 15 نوفمبر 2018 لو 15 نوفمبر يعني أعطى الانطلاق لهذا المشروع 2018
18. Quel est le nom de ce train? يعني ما هو الاسم؟ البوراق. البوراق. Quelle ville du Maroc Albouraq relie-t-il? يعني المدن التي يربط بينها طنجة إذا طنجة طنجة et كازابلانكا. Bien. Et en quelle durée? يعني المدة الزمنية en 2 heures إذا في ساعتان en 2 heures et 10 minutes. 10 minutes. ساعتان و 10 دقائق. Comment les horaires du TGV sont-ils? يعني les horaires كيف تكون إذا sont bien respectés. إذا نجاوب عن السؤال sont convenablement programmés et bien respectés. Sont bien respectés. Bien, d'après le texte, comment les prix des billets du TGV varient-ils? إذا كيف تتغير؟ إذا d'après le texte, ils varient selon la classe choisie. إذا الجواب عن هذا السؤال سأحدده لكم على النص. إذا الجواب عن السؤال الأخير. Donc ils varient. Donc les billets, les prix de billets. إذا هذا هو الجواب. Les prix des billets varient selon la classe choisie, la date d'achat, la date et l'heure du voyage et l'âge du voyageur. إذا هذا هو الجواب عن السؤال الأخير. إذا الفقرة الأخيرة من هذا النص. Je réagis. Comment trouves-tu Albora et pourquoi? إذا كيف إذا سؤال موجه للتلميذ. Comment يعني كيف تجد Albora ولماذا لماذا يعني كيف تجد هذا هذه الوسيلة ولماذا. Donc pour moi c'est un moyen de transport. إذا un moyen de transport très puissant. Et bénéfique, مفيد للساكنة والمواطنين لأنه يقلص مسافات السفر ويعني مريح جدا للمسافرين. Et bénéfique pour les citoyens. عند المشروع هو مشروع جميل جدا pour les citoyens. سؤال الموالي. Citer d'autres grands projets réalisés dans notre pays. يعني نعطي أمثلة لمشروعين مشروعين كبيرين بالنسبة للمملكة المغربية. إذن هناك مشروع الأول. إذن البروجي بروجي المشروع الأول المعروف هو لينيرجي سولير نور ورزازات محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية. دونك لينيرجي ستاسيون دينيرجي سولير لينيرجي سولير تحت اسم نور ورزازات. إذن إذا قمتم بالبحث عن هذه المشروع ورزازات ستجدون مجموعة من المعلومات حوله. والمشروع الثاني لاستاسيون دو ديسالمون دأكادير. إذن محطة تحلية محطة كبيرة بمدينة أكادير لتحلية مياه البحر. ستاسيون دو ديسالمون دأكادير. إذن أصدقائي بهكذا نكون قد أنهينا أنشطة الحصة القرائية الحصة الخاصة بدرس أو نص البراق. نمر الآن أصدقائي إلى أنشطة الكتابة الخاصة دائما بنفس الأسبوع. إذن الحرف الذي سنتدرب على كتابته هذا الأسبوع هو حرف G, la lettre G en minuscule et en majuscule. Donc سنبدأ مباشرة بالتدرب. لاحظوا معي G en minuscule. Donc, on va écrire la lettre G. الآن سنقوم بكتابة la lettre G en majuscule. Donc, vous suivez avec moi la lettre G en majuscule. Donc, voilà la lettre G en majuscule. Maintenant, on va écrire le mot Jamel. Donc, suivez avec moi pour écrire le mot Jamel. Mel. Bien. Je. Mel. Jamel. Maintenant, on va écrire la phrase suggérée.
Jamal et Ibrahima voyagent à bord du train à grande vitesse. Donc, on va écrire Jamal et Ibrahima, I en majuscule, Ibrahima voyage à bord du train à grande vitesse. À bord du train à grande vitesse. À grande vitesse. الآن أصدقائي بهكذا نكون قد أنهينا الإجابة عن جميع الأسئلة الخاصة بالحصة القراءية والحصة الكتابة. موعدنا إن شاء الله تعالى مع باقي أنشطة الكتاب والوحدة الأولى يعني الأسبوع الثالث والأسبوع الرابع إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء.